هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للمنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوشونا برمضان والعيد وهم حول قطر قطر قطر، وفلت الخطر، تخالفت الأمور والتحالف تخالف، وفجأة والأمور تشعبكت فوق ما هي. جبنا التحالف يفرع بيننا الله، ومن بيفرع بينهم قطر قطر قطر، والجماعة لعابهم سايل مدخل مدخل، قال جيزان قال نقران، ولو من بعيد لما هنجمة. ها العربية مدهوشة بالبقر اللي زهقت حرب قطر وبطلت تنزل حليب. نعم قد بتجيب شاي احمر. هيا تعالي يا عربية أوريك البقر اللي لازم تقلقي منهم. هذا الصماط في العيد يقول إنه بجيزان. تنقل الرئيس الصماد بين عدة مواقع عسكرية سعودية جيزانية، من تلك التي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، والتي وصفها في إحدى كلماته برأس الحرب في مواجهة العدوان. ذولا بقر ما ينزلوش حليب، ينزلوا خراب دمار، ينزلوا صواريخ ودم. ألهيتم خلق الله بتنافسكم وجالسين لكم شهر ونص حامين ببقر قطر، قال المعدة القطرية وآخرها جن قطر. عيب 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 إيران والعبادي يحتفلوا بدحر داعش بالموصل وانتو بسبتم المعركة الحقيقية في اليمن، وأمام الجميع شوية هفا المتبردقين سيبتوهم يتمنظروا علينا جميعا ورحتم تغرزوا في بقر قطر. إيران خانقة مضيق هرمز تحت رحمتها واصحابها يلفلفوا باب المنداب ويمكنوكم. شوفوا 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 البقر بالسماء تترادع وباي قلوبكم طاق من الجهتين. ها تفرقوا. تغزو جزر الآخرين بينما تترك جزرها تحت السيطرة الإيرانية منذ عام 1971، فهل تتحاشى الإمارات مواجهة إيران أم أن تحت الطاولة ما هو أكبر من مجرد صداقة؟ عرفتم الآن فين البقر؟ عرفتم على من الحصار الحقيقي؟ مواني المنطقة كلها تروح وانتم مركزين على مجموعة الواتساب. حمل عضو اتحاد المحامين العرب المحامي عمر الجهني مديري جروبات الواتساب مسؤولية التأخر عن الإبلاغ حيال كل مخالفة تنشر أو تمرر أو تنقل عن طريق الجروب اللي أنشأه، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمساس بالنظام أو القيم الدينية أو الآداب، ولفت إلى أن العقوبة قد تصل للسجن لخمسة أعوام في حال التجاهل أو الصمت عن المخالفات اللي تنشر في الجروب. ولا حد يقولنا ما لناش دخل، قد اختلطنا دم ووقع، وزي ما بتساعدونا لازم نساعدكم ونوضح اللي بنشوفه. أما احنا في اليمن ما عاد تفرخش معانا كده، ما تفرخش معانا، تعودنا انقلابات حبة فوق حبة تحت، ورقصنا يا عيض المنهالي. الله يعني على العلامة. خلونا نشوف ايش قالوا. قالوا في اليمن بدأت امتحانات الشهادة الثانوية في مناطق سيطرة الميليشيا. في إب مثلاً افتتح سير الامتحانات هذا الورع في اللطف المتوكل مع مدير التربية هناك هناك هناك. وطبعاً وضع التربية والتعليم في أحد الفقيه المتبردق يحيى الحوثي يشهد تطور نوعي نوعي جداً، وعمل خطاب لتدشين الامتحانات الثانوية. وأنا بدوري باخذكم قولة في إحدى قاعات امتحانات الثانوية ونشوف وين وصل حوتي للتعليم. يا
شفتوا كيف؟ هذا هو الحال في كل مجال. المخلوع أبو عفشفش جالس يشتغل بنادول مخدر لأصحابه، كلما تحولوا إلى ضحية للمتبردغين الحوثة وأخذتهم بعض الغيرة والغضب على أنفسهم، نبع لهم يعمل حقنة مهدئ، ودي المرة عضل. قتل الحوثة في صنعاء رجل أعمال شاب من آل عواض بالبيضاء، ولما اجتمعوا يناصروا صاحبهم ضد الحوثي، نطلهم زي البس يفرغ غضبهم وينسم لهم التواير. احنا نقف وقفة رجل واحد ضد الإرهاب وضد التهديدات وضد العنف وضد التخريب، أين موجود؟ من أولها يا أبو عفشفش تخرط خريط، قال ضد العنف وضد الإرهاب، قال وقفة رجل واحد. إيش فحذ المشايخ اللي فتصوهم الحوثيين عليك بالنقاط وأهانوا كرامتهم؟ ما عاد تهش ولا تنش، خذك ساعة الخيل حق التحرير، كل واحد شي يتصور فوقه بخمسين ريال. لا تصدقوا، قال وقفة رجل واحد، قدم فالخ، رجل هنا ورجل هناك. أنا أكدت للأخ ياسر أنه إحنا معكم وإلى جانبكم ضد الإرهاب وضد العنف وضد العنجهية، وبنادقنا جنب بنادقكم. الأخ ياسر الأخ ياسر ما قدرش يتبندخ على الحوثيين اللي قتلوا عليه واحد من أقاربه، كيف عاد يحمي المشايخ اللي قدامك؟ بنادقك قدهم مع اللجان الشعبية، خذك زي بندق الدوشان فين ما راح حطوا عدال. جالس تعيشهم على الوهم، والحوثي قد قطع عروقك وخلاك زي نمر المفرشة، وأنه كل شيء تغير إلا هذه المحافظة البطلة لن تتغير ولن يتغير مواقفها، فهي ثابتة وراسخة كالجبال. كل شيء فعلا تغير، من كان يصدق أنه عفاش هذا هو نفسه اللي بيرجع بحتف الإمامة؟ البيضاء رجال الجمهورية بالسلم والحرب، شوف هذا معك ياسر العواضي، والده من ثوار الجمهورية العمالقة، ونهايته مربوط جنبك زي البس يتلطط، ما قدرش يحمي عيال عمه بالنقاط من بطش الحوثي. بركتهم كلهم يا مخلوع المخاليع، مسختهم من بني آدم إلى هذه الكائنات العجيبة. لا مكانة للإرهاب، هذه عناصر إرهابي كانوا شركاء في السلطة. وهنا تتم البرمة، أقوي يشتكلوا من جماعة إرهاب الحوثيين، وأقوي يوديهم عند الناس التانيين، عناصر إرهابية وكانوا شركاء بالسلطة. خذك بتخلط زيت وسليط يا أبو عفشفش، خلي واحد ميكانيكي تمام يغير لك الشنابر والبلاكات. خذ السن، اتق الله، ارحم نفسك وارحمنا جنبك، مكانك تعصدنا وتمطط. أي واحد عاقل بيسأل نفسه كيف يعني جلست شركاء مع الإرهابيين في السلطة كل هذه الفترة وساكت؟ فهمنا كيف يعني. خرجوا إلى حي الجامعة ونحن نحاور، تعالوا نتحاور ونحل المشكلة، أنتوا تشتوا سلطة، أنتوا شركاء. مكانة حق الجامعة بتوقعك، ما زالت توقعك، هي اللي خلّنك تدخل في جتلها وتدخل أصحابك وكل البلاد. يا رجل ارحم نفسك، خلاص خلاص راحت وانتهى، وقابوا لك حصانة والله ما تلاقي طيب منهم، لكن زبط المائدة ما نفعل لك، رزقك الله بالحوثي شريك مفصل عليك تفصول صورة عملك فيه. وهؤلاء رحلوا وإلى غير رجعة، يبحثون عن أمان، ونقول لهم تعالوا كفوا أذاءكم. رحلوا من غير رجعة وتعالوا كفوا أذاءكم؟ إذا قد رحلوا، من هو اللي جالس يأذيك؟ طيب يا راجل، ما توقعناش إنك تخرف بهذه السرعة وتتناقض مع نفسك باليوم كم مرة. كيف تقول إنهم رحلوا وبعدين تقول لهم خلاص تعالوا كفوا أذاءكم؟ يعني ما رحلوش؟ موضوع الترحيل وأرحل عاملة لك زي الرازم، صح؟ للأسف ما لوش علاج، مخلوع يعني مخلوع. وخليك شوية على جنب، أشرب لك كازانوفا، وإحنا بنطلع فاصل ونرجع نواصل.
بكم ومرحب. وصل المخلوع أبو عفشفش وهو مجتمع ببعض أصحاب البيضاء إلى نقطة ثورة 11 فبراير، يعني جمع الناس عشان ينسيهم قتلاهم وحقوقهم الطازجة، وجلس يرفس بأحقاده على ثورة فبراير اللي خلعته من 6 سنوات. كيف قلت لي يا حاج مخلوع؟ من اللي غثاك؟ قيادات شاخت وكبرت وهي على ثقافة معينة من ما قبل الستينات، اسطوانة مشروخة. يا جديد، خف علينا يا جاستن بيبر. قال شاخت، قال وكبرت كمان. ما بالله شكلك ناوي تبقى زي المرحومة صباح. زحفت لها عمليات شاد 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 لما وصل البنطلون لمن هنا، وهي طبعا مش محروق للعلم يعني. وانت شديت 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 لما طلع لك الصماط. جاي يقول لي شاخت، ايا ثاني باب على اليمين. شيخ 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 روح يا راجل، عاصر 9 رؤساء امريكان و18 ملك سعودي. وين رايح؟ وين رايح يا رفيق ابليس انت؟ اصحاب اللحى خلاص ومعروف، هؤلاء خرجوا من عندي. شوف كل الآفات خرجت من عندك، العمايم والتواز واللحى وكرفتات الفساد والأحزمة الناسفة. أنت الوكيل الحصري لكل العبث اللي صاير بالبلد. لا ارتحت ولا خليت عباد الله يرتاحوا. والله أنك سياد بري ما عاد تفلت إلا لما تتأكد أن البلاد كل طاحت في متاهة الحروب وال20 سنة لقدام. بضاعة أمريكية مدربة جاهدة ولاءهم لأمريكا. قد كنت الكلب البوليسي حق أكثر من 8 رؤساء أمريكيين تعاقبوا على البيت الأبيض، وانت بقعتك صابط صابط فوق الكرسي اللي من نار. قال لا بضاعة، انت صاحب البسطة بكله. ما ودّاركم الله سبحانه وتعالى الرئيس الجديد للولايات المتحدة الأمريكية. هذا رئيس عارف كيف يتعامل معكم، عارف كيف يتعامل معكم. ما عرفنا نتعامل معكم، لا عبد الناصر ولا أنور السادات ولا أي قائد عربي ولا سلطان حسين ولا قد أدى لكم شخصية سياسية كبيرة يتعامل معكم وتدفعون هكذا. قال تدفعون هكذا ولازم يدور هزم. شكلك مغلوب على البياس، عيونك ما تبصرش إلا الفلوس بس، وما قام قام ومن تحس تحس. ما عرفنا نتعامل معكم. وين جت الطائرة اللي مليانة دولارات على قولتك؟ ده الحين انت حاسد ترامب. كأنك تقول والله ما عرف للبياس حقهم إلا هذا الملعون. أنا جلست ألف ألف وأدور عليها، ما جابوش لي إلا براس القوطي، وهذا قبل سنة ولهط المرميل بكله. أكيد لما تجلس لحالك تتخيل ترامب وهو حاجف المليارات ويطير قلبك لفوق لفوق. سعى العزابي لما يسمع الزفة ليلة الخميس، نهدى بعد نهدى آح، وانت حانب بالنهدين يا عقعاق. على فكرة ترامب أخذهم لشعبه مش زيك، بكل زيارة لعندهم كنت تحط رقم حسابك البنكي. طمعك يبلع مقرة وما يبانش عليك. مش انت حق في هنا وراح خلقك ربي من مارق من نار. كنت بتسمع نصيحتي يحيى، لكن الدبور خلاك، الدبور خلاك تجلس جنب الصماط وهو جنب مريم فارس. انت تصبح على وجه الفيجي وهو يفطر على وجه هيفا. ترقد انت على صوت الزوكا وهو ينام على صوت نانسي. الكوليرا من القنابل المدمرة، من القنابل العنقودية الفراغية شديدة الانفجار. الكوليرا تعرف من ايش؟ بدون مغالطات حقك، انك فعلت انقلاب وما توضيتش تمام، والكوليرا انتقلت على شكل لجان شعبية ومجهود حربي. حتى الاسهال والطرش بتستثمره. الله اكبر عليك. بس أؤكد لكم اننا على العهد معاكم كمواطنين، احنا مش زعماء ولا عد نبحث، احنا تحملنا المسؤولية خلال 33 سنة. باقي على العقاد مش على العهد. انت اصبحت اجير مش مواطن تحت سلطة برميل الثورة، تحت سلطة عبد الكريم الحوثي. ما عاد باقيش عهد قد بعته،
الجمهورية هي ذيك سلمتها للي قاتلتهم هذه القبائل وشيوخها خلال 33 سنة. إحنا اللي تحملناك مش أنت اللي تحملت المسؤولية، وعادك لليوم ولا فهمت ولا قنعت. دقوهم بالقناصات بالإربيقي بالميتئف، نسيت؟ قال لك يبحث عن استقرار في اليمن، لا بارك لك كمبك من خارط. نحن نضحي ونقدم رؤيتنا ونقدم ما استطعنا من رؤى سياسية وعسكرية واقتصادية من أجل إعادة السلام في اليمن، مش من أجل العودة إلى السلطة. بإيش تضحي يا خراب؟ تضحي ببني بنبات ومليت بهم المقابر قدهم ساعة المزرعة السعيدة، ومن خلفهم تروح للإمارات تقدم رؤاك السياسية والعسكرية من أجل إعادة السلام. يا سلام، أيوة قصدك إعادة حمادة ابنك. لا تغالط، هات الصدق واعترف. كذاب وكذاب وكذاب الذي يحكي أن صالح يبحث عن سلطة ولا أسرة. كذاب منافق خواف جبان. صالح طلع أحمد، خرج أحمد، طلع أحمد، نزل أحمد، هذا كلام خرب. طيب طيب طيب، مالك متنرفز؟ مالك زعلت؟ ما عاد ناقص إلا تحلف بالطلاق ثلاث، ولا نحن تكينا على القرح. خلاص يا أبو أحمد خلاص، لا تقلق لا تقلق، تعيش وتاكل غيرها. خفنا الحوثيين من فقعك؟ خايف لا يتهوروا؟ هتطمن ما بيصير شي الولد بالإمارات ما بيرجعش. بس قلنا كل هذا الدعس والعلاق على إيش بتدور؟ إيش بنفسك إذا أنت ما بتدور سلطة؟ إيش بتدور؟ بتدور فتاتير؟ حاشر نفسك بكل زاوية. وعادك بآخر خطاب قلت إنه معك مخزون صواريخ من ذي عجباك. إيش بتدور طيب؟ تسي تكذب على الحوثيين عشان تقزعهم؟ غلطة. ياي، كل واحد ينتبه على لغاليغه. خاطركم، السلام عليكم.